الله وربنا اكرم اللي اجتهد. محمود طاهر راجل ما اثرش في اي حاجه كتر خير نحييه. انما هي المرحله اللي هي الجايه ان شاء الله القادمه احنا قلنا طبعا محتاجه محمود الخطيب. نفس الوقت طلعت الاسره الاهلاويه كلها بالمنظر الجميل اللي احنا شفناه. وبعدين الناس بتقول لي انت ايه اللي انت عملته النهارده؟ والله العظيم والله العظيم والله العظيم انا جاي من كل قلبي عشان اقف مع رفيق عمري. ده الخطيب اذا كنت انا ساهمت في اسم الخطيب بحاجه بسيطه جدا فالخطيب ليه الفضل الكبير بعد ربنا في اسم مصطفى عبده. فانا بقول اللي احنا عملناه ده ولا حاجه جنب محمود الخطيب. وربنا يوفق اللي جاي لان اللي جاي صعب قوي. ده صحيح كابتن. وربنا كريم كابتن مصطفى. الحقيقه الناس يعني دائما وابدا بتتكلم على الدويتو اللي ما بين مصطفى عبده و محمود الخطيب في الملعب. الان دويتو جديد وصوره انا بنشرها وانت حضرتك بتهتف لبيبو وللنادي الاهلي وكانك عدت من زمان لاعب كره. يا كابتن مصطفى عدت من جديد كلاعب كره. عاوز اقول لك حاجه يا كابتن شوبير. انت متخيل النادي الاهلي بدون الخطيب؟ نعم نعم. انت متخيل النادي الاهلي بدون الخطيب؟ لا بصراحه لا يا كابتن مصطفى. كلنا ما كناش متخيلين النادي الاهلي بدون الخطيب. انا واحد من الناس. نعم. لو الخطيب لا قدر الله وده ما بيقلش من قدر المهندس محمود طاهر ابدا ابدا. لو الخطيب ما نجحش انا ما كنتش اخش النادي الاهلي تاني. يا للدرجه دي؟ والله العظيم وحياه ربنا. مش عشان حاجه لا يعني انا عارف ان النادي الاهلي كوره. نعم. وعلى عيني وعلى راس الجمعيه العموميه كلها اللي جت النهارده ويعني فوق دماغنا كلنا. نعم. بس النادي الاهلي لازم نرجعه تاني نادي القرن اللي الناس استلمته وفرطت في اسمه. انا بقولها دي بقى علنا دي ما فيهاش حاجه يعني. انما النادي الاهلي هيرجع تاني نادي القرن وهيرجع للاعضاء وكل ومسؤوليه كبيره قوي سواء على مجلس الاداره اللي جاي بقياده كابتن محمود الخطيب او غيره. نعم. فاحنا اللي هنقف للمجلس ده عشان يحقق اللي ما قدرش يحققه. نعم. كابتن مصطفى بشكرك والميديا وانت بجوار رفيق وصديق عمرك كابتن محمود الخطيب وقائمته والهتاف حتى النجاح. بشكرك شكرا جزيلا نجم مصر السابق كابتن مصطفى عبده الذي تحمل على آلامه وأحزانه بعد وفاة السيدة الفاضلة زوجته. ومع ذلك نزل مصطفى عبده لمساندة ومؤازرة صديقه وحبيبه كابتن محمود الخطيب. بالحقيقة كان موقف في الوقت اللي بعض زملاء الكابتن الخطيب اللي هم أصدقاء عمره الحقيقة يعني تقريبا لم يظهروا. يعني ده كمان أمر أثار يعني بعض الحزن النفسي عند كابتن محمود الخطيب. لكن الجميل كمان أنه رفاق الخطيب القدامى يعني لم يتركوه على الإطلاق. حضروا شطة النهاردة كان بيتجول في الخيمة يعني وكل شوية يا شوبير طمني الخطيب عامل إيه يعني بحالة جيدة. يعني خلينا كمان ناخد واحد من أهم رموز النادي الأهلي النهاردة اللي ظهر بقوة وبسعادة ورغم أنه يعني عازف بعد فترة للأسف الشديد كان حزين فيها لكنه حزين عما يحدث من وجهة نظره أنه ده الرجل ده بيحب الأهلي كالمجنون. تقاليد الأهلي بالنسبة له هي الأساس. كابتن محرم الراغب عضو مجلس إدارة ومدير عام النادي الأهلي السابق. مساء الفل يا كابتن محرم.